كل هنية ارسي بجوع اللي عدي نبعا تاريخ لينا فخرة لخير الدنيا نشبك للماضي نرجع وقت نشيد شعارك راية مرفوعة ونمشينا تحمل ولابيل هو سيدة الليل اسمك انت جيب برضو على حيوت المدينة معمول بريك العالي دي ما حبيب ما تخمر ويلو بيرج روحو يبديل شاميل عشيح يدو مرفو طبيب شاميل يزيح عمري أغني عليك يوم أحلى نورك لفريق يا ربي سونك وتعز عليا انت ممو عينيا Yeah.
مجروح ولدين سامي العشيح يدوم الكتابين سامي ينزع يا غني علي يوم أحلى دوني لفريقي ربي سوني وتعز عليا انت مفهو عيني ولكن الفرص قادمة للشبيب وهذا حمزة الربعي ودون صعوبة يتدخل التدخيني في الكرة الأخيرة الربيخي من أسمه يسار يسار اختيرة وتوصل دون خد عمر زكري التحديد والدفاع يتدخل والكرة وضعت على اليمين إياف لمباركي 24 6 محمد علي يعقوبي 30 عبد القادر بدران 3 جاندر نعبي مرمى عاطف اللدخيني كرة طويلة مفاجأة أولى وفي كتاب الدربيات لما نقلب الصفحات صفحة صفحة نجد ونعثر على عدد 130 الدفاع الاتحاد الرياضي المنصري صعود من عاطف الدخيني عاطف الدخيني فكر بالتوزيع يبحث عن بيلان الكبيبي خليل الخساب يرجع بالكرة إلى حارس مرمى عاطف الدخيني كما شفت هنا وسام يحيى لكن الدين طبعا هدف سجلوا لاعبي كما قلت لحد الان الدين النجم الساحلي مقدم على فريق بلاتينيوم ستارز وبالتالي النجم لحد الان كما قلت 1-0 متقدم في مباراته في الشامبيونز ليج قلت حركه ونشيط عمر زكري من الجهه اليمنى بمعادله مستمره من جول باهيه ومن الجهه اليسار من جانب النادي الافريقي بعد قليل تغيير آخر بالنسبة للمدرب نسعد كوليبالي تتواصل الهجمة كرة خطيرة وعاطف الدخيني مرة أخرى صاروخ كوليبالي ماذا سيفعل اللاعبون هذه كرة خطيرة للترجي وصعود عاطف الدخيني الدخيني 120 الثاني لتوال 824 الثالث السياه 801 فوز فلهوني يعطي كرة شتي توزيعة خطيرة والراسية للحارس حمدو يرفع كرة طويلة ملعوبة عاطف الدخيني الجدار العازل من الحارس بيت تمرير أوسان في دين عاطف باكير 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 سهلة الكرة في دين الحارس عاطف الدخيني عاطف الدخيني تعظمين هي من الحارس يا توزيع فتير وموجود عاطف الدخيني يحاول يلعب بسرعة إلى محمود ثم سليمان كوليبالي سليمان كوليبالي من جانب النجم الساحلي علي البريكي توزيع على مستوى القائم الثاني والحارس عاطف التنفيذ على البريكي البريكي مرتضى والناس خاطئة منه خاطئة من مرتضى والناس الهجمة على اليمين العرضية ممتاز جدا عاطف الدخيني يواصل المشوار هذا النجم وأيضا التوزيع من محمد أمين بن عمر مباشرة والاستياء في ظروف من قبل هذه المباراة كانت حاضرة تلعب الكرة طيات كهذا لمتابعة جمهور كهذا الكرة اللعبة خروج حارس المرمى عاطف الدخيني بعد الكرة حتى اللحظة ما زال بها منتصرا بالواحد صفر الدخيلي يخرج من مرمى يرسل الفقعة المشاهد من خلالها انطلاقا للاتحاد المنستيري كرة على دفعتين حارس المرمى عاطف الدخيلي يلحق بالكرة الماضية شايفين واحد وهذه الكرة لكيبنزو واختيرة ويتدخل الدخيلي إلى حد الآن تقدم النادي الإفريقي بثنائية وريتم مخالفة داخل منطقة الجزاء وسهلة عند عاطف الدخيلي قلت الإفريقي متقدم بثنائية رديفة التوزيعة مباشرة الحارس عاطف الدخيلي الكرة الأخيرة العودة للبطولة بعد
أسبوعين الكرة تجاوزت الخط النهائي وستة أمتار إلى حد الآن يهتدي للنجاح وتكتيكيا وقتيا. الأرسال مشكورين كل الزملاء اليوم هذه توزيع على الكرة وخروج على الفتخيري مرة أخرى نجح جدا قلت الحكام الرابع على المصور ترجع من جديد يدفع كرة ويأخذ الحارس سعاد الفتخيري الكرة في العروس الموسم الماضي في الرابطة المحترفة الثانية وهذه كرة والتصويبة والتدخل من عاطف الدخيلي قلت بيته كانت مع موج منزل عبد الرحمن أيضا الأهلي الماطري النادي الهلالي والرلوي واليوم يلقى روحه عزيزة الاشتي وترمساحة الشيخ رثم راية موجودة الراية راية ترمساعة عديدها أسامة بن عائل إلى محمد علي حمودة سلة يتدخل الدخيلي الكرة لكن عطف الدخيلي في وضع اللي بيرو خرج الكرة عطف الدخيلي كيف ما جات يرجع الكرة إلياس يسدد ويتسدى الحارس